فلا يغتر الإنسان، لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه ويقول أبدا ما علي ولا جاي أبدا، أنا مؤمن وأنا عالم وأنا ثم يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه مؤمن ولا ينخدع. لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، لا يضمن لنفسه حسن الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكثر الناس. فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام يدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، الأعمال بالخواتيم. نعم.